طبعاً أقامت مدارس الرواد التربوية بحفل تخريج المتفوقين في الغوطة الشرقية، وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة وأيضاً مدير التربية في دمشق وريفها. طبعاً نتحدث الآن مع أحد الطلاب المتخرجين ليحدثنا أكثر عن هذا التكريم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. ممكن تحكي لنا عن التكريم اللي أنت متكرم اليوم؟ أنا الطالب زياد بلي من فريق رواد التربوي، حصلت على نتيجة 232-240. اليوم هو تكريم المفوقين في فريق رواد التربوي، عاملين حفل تكريم. الله يجزيكم خير. إذن اليوم جميع المتفوقين من الغوطة الشرقية يتم تكريمهم من قبل الحكومة المؤقتة وأيضا من الفعاليات. نشكر الأخ أبو نادر الطباخ